الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى مولانا الإمام الغزالي: الكتاب خلاصة تصانيف التصوف. أيها الولد، خلاصة تصانيف لها التصوف. وقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا بالدارين آمين. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكثير العلم. الحكايتين، الحكاية الأولى الرجل الذي تعلم 30 سنة فحكى 8 نقاط، والثاني 4000 حديث و400 شيخ فخرج بحديث واحد. اعمل بالدنيا بقدر مقامك فيها، والجنة بقدر مقامك فيه، والله بقدر احتياجك لها إليه رقم 4، والنار بقدر خوفك منها. هذه الحكايتين اللي الشيخ تكلم فيها. الشيخ هيتكلم بعد كده في موضوعات في غاية الجمال. إذا ابتليت بأن تكون واعظ ففي أمور تفعلها وأمور تتجنبها، إذا ابتليت بأن تكون لك مناظرات هناك أمور خلي بالك منها، إذا ابتليت بأن تكون قاعد، إذا ابتليت بأن تكون ظاهر، إذا إذا إذا، ويعطي علاج علاج علاج. فالظهور قسم للظهور. أنت رأي مختفي عبد مستور بخلاف أن تكون ظاهر. الظهور مشاكل كثيرة، في ولي خفي في ولي ظاهر. الولي الخفي لا أحد يعرفه، إذا المشاكل قليلة، لكن الولي الظاهر مشاكله كثيرة. مشاكله إيه؟ كثيرة. قل يا والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل على سالك سبيل الحق. إيه سالك؟ سالك يعني من يمشي في الطريق. السالك هو من يمشي فينها في الطريق. يسلك ماذا؟ يسلك الطريق الموصل إلى الله. هذا نوع من أنواع التشبيه أو التصوير. تصوير يصور الطريق إلى الله، الوصول إلى الله بطريق تمشي. كلما تمشي خطوات كلما تصعد مقام. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والجنة ثمرة الرضا، والرضا تكون بالطاعة. خطوات يمشي يمشي خطوات خطوات. قل يا سيدي: فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي. شيخ مرشد مربي لنائب عن الرسول. شيخ سيذكر فيما بعد أن العالم في قومه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن معاشر الأنبياء لا نورث مالا ولا درهم، وما تركناه صدقة، وإنما العلماء ورثة الإيه؟ إذن العالم في قومه نبي، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. ليه كأنبياء بني إسرائيل؟ هو كده. طب وماذا يأتي العالم؟ العالم يذكر قال الله وقال الرسول. إذن هو امتداد، امتداد لهذه التعليم. ومن هنا نحن لا نحتاج لا إلى نبي ولا إلى رسول، لأن الرسول موجود بهذه التعليم. التعليم في الكتب يخرجها العلماء، التعليم في رؤوس العلماء التي استنبطوها من أنفاس السابقين مرة مرة مرة، فصاروا علماء يوضحون للناس ويبصرون الناس ويفهمون الناس. ماشي الحال يا أهل الله؟ قل يا سيدي: يخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، ويجعل مكانها خلقا حسنا. هو ده دور العالم. وجدك كذاب يحكي لك قصة عن الكذب في الذم، وقصة في مدح العكس وهو الصدق. كان زمان شيخ يحكي يقول: الكذب ليس له أقدام. يعني ليس له أقدام؟ عندما أنا دلوقتي أرى إنسان يقتلني ماذا أفعل؟ أنا أجري. لكن هذا الموبايل عندما يرى الحرامي والسارق يسرقه لا يجري، صح؟ ليس له أقدام.
لكن أنا لي أقدام أجري بسرعة. هذه معنى الكذب ليس له إيه أقدام. الناحية الأخرى الصدق ينجي. الصدق إيه؟ كانوا يحكون زمان في الحكايات كده ويقولون أن رجل يريد أن يختبئ فيضرب الباب، افتح افتح يفتح، أرجوك أريد أن أختبئ، الناس تريد قتلي. قال أدخل في القش. تعرفون القش؟ قش يعني زي نباتات كده صفراء، هو يدخل جوه لا يظهر. فجاء الذين يريدون قتله، هل جاءك أحد؟ قال نعم. قالوا من؟ قال الرجل غريب. قالوا أين؟ قال الرجل إنه في القش. قالوا مظلوم. ويمشون بيمشون فيخرج الرجل، حرام عليك كيف قلت؟ قال لقد قلت الصدق والصدق نجاك. والصدق إيه؟ ها أين فلان؟ مش عارف، كان ممكن يضربوه خلاص. أين هو؟ هو جوه خلاص. أي مشكلة؟ مرة زمان كان في مشكلة، مشكلة لا تخصني يعني، لكن أنا كنت شاهد يعني. فأذهب إلى الحكومة فيرسلون ورقة، مولانا تأتي يوم 30. أنا مش عارف يعني، شيء كده في رأسي جعلني لا أذهب. ثم أرسلوا لي مرة أخرى لا أذهب. المرة الثالثة أخبرني أحد زملائي قال الأمر في خطورة ولا بد أن تذهب حتى لا تحصل مشاكل معايا، الحكومة تطلبك يعني، مرة لا تذهب، ثاني مرة، ثالث مرة يعني مشكلة. فأنا أجلس في امرأة محققة تابع الحكومة تسأل مولانا في الأخير، قالت طلبناك مرة واثنين وثلاثة، لماذا لم تحضر؟ أنا عايز أقول أي حاجة، الشيخ كان تعبان، الشيخ كان في رحلة يدعو الشياطين إلى عبادة الله، أي حاجة. لكن حقيقة أنا يعني مش عارف، أنا في رأسي كده لا أذهب. فقلت لها بدون عذر، يعني إيه؟ قالت أنا لم أحضر. أنا أقول لها أنا لم أحضر بدون أعذار، يعني سبب تأخيري لا سبب. هي تضحك. قال خلاص يا مولانا توكل على الله. هي كانت تتوقع الشيخ، لا معلش أنا كنت مشغول، لكن أنا قلت لها أنا لم أحضر بدون أسباب، ما فيش أعذار يعني، أنا مش عارف. رازي قالت لي لا تذهب، أنا لا أذهب. هي شعرت إن الشيخ صادق فتضحك وانتهى الأمر. هذه الصدق ينجي. فهمت مولانا؟ أيوة أنا مخطئ، لكن يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي. إن شاء الله الله يغفر. ولذلك الله لا يغفر لعبده المجاهر الذي يتباهى بالذنب. فهمت ابني؟ هذه الحكايات الكذاب تنزعه. تعال ودى ابني ده، تعال ابني، أنا أعدك أنك لن تعاقب لكن تكلم بصدق. إذا أمن الإنسان العقوبة تغير حاله. تغير إيه؟ يعني إيه تغير حاله؟ ما الذي يجعلك تكذب؟ لماذا الصغار يكذبون؟ هربا من العقاب. طب وكل من يكذب وهو كبير لم يتخلص من الطفولة، عنده 30 سنة لكنه يكذب. يكذب لأنه لم يتخلص من آثار الطفولة. لأن سيد شهرول صادق، إذا صار كبير. لماذا يكذب الإنسان؟ هربا من مين؟ من العقاب. دي أخلاق الطفولة. لكن عندما تجلس مع الشيخ المربي هو يعلمك أمور. أنت عندما تكذب أنت تخاف من المخلوق، كن صريح. نعم أنا أخاف من المخلوق. لماذا لم تأتي؟ أنا لم أتي لأنني كنت مريض. أنا لم أكن مريض، أنا لو قلت أنني غير مريض سأعاقب، لكن عندما أكذب وأقول مريض خلاص أبرأ من العقوبة. تعالى، أنت تخاف من الإنسان ولا تخاف من رب الإنسان؟ إذن أنت ظالم لنفسك، لأن عقاب الإنسان هكذا لكن عقاب الخالق هكذا، فلا تطلق عقاب هذا إلى هذا. ويحذركم الله، هذا الكلام مرة مع مرة يؤدي إلى تربية. كان أحد المشايخ سألوا سؤال، لماذا أحب طالب من طلابك اسمه محمد أكثر منا، هو يحفظ نحن أحفظ أكثر،
هو يذاكر، نحن نذاكر أكثر، لكن لماذا الشيخ يقربه ولا يقرب غيره؟ فقال لهم نفعل تدريبات غدا، كل واحد منكم يذبح طيرا في البيت ثم يأتيني غدا ويحكي كيف ذبح، بشرط أن تذبح في مكان لا يراك فيه أحد. فجاء الأول سيد شارون، أين تذبح؟ قال أنا أدخل الحمام وأغلق الباب ثم أذبح. سيد مروان قال أنا أغلق النور لا يراني أحد أنا أذبح. كل واحد يحكي 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 إلى أن جاء هذا الرجل الطالب اسمه محمد، ها قال هذا طائري صاحي حمامة صاحية. قال لماذا لم تذبحها؟ قال كلما ذهبت إلى مكان حتى أذبحها أنظر فأرى الله يراني. يبقى من يغلق الحمام لم ير الله، ومن يغلق النور لم ير الله، أما ذلك الرجل فكان يرى الله. فقال له الشيخ لذلك قربته، أي قربته لقوة الإيمان. كيف ظهرت قوة الإيمان؟ ظهرت بالمثال. كيف نعرف الرجال؟ أنا الشيخ دلوقتي في محنة، سيد شهرول ده معاه $1,000,000، فالشيخ أنا بقول له أنا عاوز $2,000، قال لي ليس عندي دولار ويكذب. ظهر في وقت الشدائد تظهر معادن الرجال. واحد آخر ليس عنده لكن الشيخ في أزمة، ممكن يقترب ويعطي للشيخ عشان الشيخ بعد ذلك يرد. والشيخ في نفس الوقت في إيصال، لا يريد، خلي أموالك لنفسك. إذن هو يريد أن يعطيني وأنا في احتياج، لكن أريد أن لا أخذ منه حتى لا أضره. هنا دي نوع من أنواع التربية، نوع من أنواع الفكرة، لكن بدون شيخ كيف تصل إلى الله؟ بدون رسول كيف تصل إلى الله؟ ومن هنا من لا شيخ له شيخه الشيطان. هل لا بد لنا من شيخ مربي؟ لا بد. وإذا فقدنا الشيخ المربي من يربي؟ لكن من هو الشيخ المربي؟ الشيخ المربي هو ماشي معك خطوة خطوة، يساعدك خطوة خطوة، يبصرك بحقائق الأمور خطوة خطوة. ولذلك هم يقولون معصية الشيخ عادي، لا، إذا الشيخ ينصح الشيخ لا يتكلم إلا بما قال الله وقال الرسول، فالأمر ليس معصية للشيخ، الأمر هنا معصية لتعاليم الله وتعاليم الرسول. ماذا يريد منك الشيخ؟ الشيخ يريد لك الخير، فإن كان يرشدك إلى الخير فهو الشيخ الكامل، أما إن كان يرشدك إلى الشر فهو شيخ ناقص لم يصل إلى درجة إيه أن يكون شيخا. ولذلك عندما سئل الكني قال طريقنا الكتاب والسنة، هذه علامة الشيخ. علامة الشيخ المربي هو الذي يربيك بأن تتخلق بأخلاق الكتاب وليها. من غير الشيخ كيف تصل؟ القضية التي نحن فيها هي في شيخ لكن شيخ غير منظم. لا، أنا عايز شيخ في ملازمة، في تربية. أنت تمشي معي شوية، أنا أقول كلام، الشيخ شلتوت يقول كلام، الشيخ إبراهيم يقول كلام، الشيخ جمال يقول كلام، الشيخ إبراهيم يقول كلام، مشايخ كثيرة كلهم من أهل الله، لكن لا، في واحد لازم تمشي معاه مدة أطول. اشتري طعام كما تشاء، بس في طعام أنا أحبه أكثر، في طعام أنا أكل منه أكثر، خلاص؟ ولا تضيع وقتك كثيرا، إذا استفدت من الشيخ صاحبه، إن لم تستفد العمر قليل، اذهب إلى غيره، خلاص. من هو الشيخ الكامل؟ هو الذي يوصلك إلى الله بالكتاب والإهاب والسنة، والذي يقومك، والذي يحاول يرشدك، لكن إن لم تسمع كلام الشيخ، الشيخ ليس عنده وقت في تضييع الكلام، فهمت؟ ده نوع من أنواع التربية، من يسمع كلام الشيخ أهلا وسهلا، طب من لم يسمع كلام الشيخ، الشيخ يوفر كلامه لنفسه، فهمت يا ابني؟ إن كنت تفهم نفسك أكثر من الشيخ، إذا لا حاجة لك للشيخ، خلي الشيخ لنفسه، لأن الشيخ يفهم نفسه، الشيخ يفهم طلابه، لكن إذا كان الطلاب بهلاء، الشيخ ماذا يصنع؟ إذا كان الشيخ ينصح والطلاب لا تسمع الكلام، الشيخ ماذا يفعل؟ فهمت؟ ومن هنا الشيخ لا ينصح إلا مرة واحدة بس، مرة واحدة استجاب فبها ونعمت، إن لم يستجيب لقد أسمعت إن ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن هي ما فيش وقت يدها. فالواجبات أكثر من الإها من الأوقات، وإما أن تكون رجلا فتتحمل، وإما أن تكون طفلا فتبكي. والدنيا البقاء للأقوى، والأقوى هنا والذي يتمسك بالكتاب والإها، ولا مجال للضعفاء. الضعيف لا مجال له في الحياة، الخائف لا مجال له في الحياة، المنافق لا مجال له في الحياة، غير الواضح لا مجال له في الحياة، من لم يكن صريح ليس له مجال في الحياة. كل ما أقول ده نوع من أنواع التربية. أخرج، أخرج منك عدم الوضوح، خليك واضح، اعرف نفسك، اعرف من أنت، اعرف قدراتك، اعرف مع من تتكلم، اعرف المقدمات حتى تتوقع النتائج. كل ده كلام الغزالي. يا أيها الولد، وبداية الهداية ومنهاج العابدين وإحياء علوم الدين، كتب تجعلك من الأولياء، ليس من الأولياء بل من كبار الأولياء. هذه التغيير. هل يستطيع الإنسان أن يغير من حياته؟ يستطيع أن يغير من حياته بتغيير الأصدقاء وبتغيير الهوايات وبتغيير الميول. أنا كذاب، كن صادق. أنا منافق، كن مخلص. أنا ضعيف، كن قوي. كيف؟ اصحب القوي تقوى، واصحب الصادق أنت صادق، واصحب المخلص أنت مخلص. فالمرء على دينها. الحديث في ضعف، لكن الحديث قوي جدا، قوي في المعنى، معنى صحيح، في ضعف لكن معنى صحيح. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. فإن صاحبت الشيطان اتركه، وإن صاحبت أهل الله فالزم. كلنا نخطئ، لكن الخطأ أن تستمر في الخطأ. كلنا نرتكب الذنوب، لكن العقوبة أن تستمر في ذلك. لا، توب إلى الله وجدد التوبة من الأوزار، وسر لمولاك بلا تنائي بجد. امشي امشي. فكلما بدلنا صفة سيئة أدخلنا صفة حسنة. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والإناء إن لم يملأ بالماء ملئ بالفراغ وهو الهواء. ملئ بالهواء، لا يوجد حيز من الفراغ. الهواء يشغل حيزا من بها من الفراغ، من الايه؟ في الفراغ، في الفراغ. الفراغ ده الحيز. الفراغ كان موجود، لكن دول بخلاء، دول بخلاء، لا يأتون لا بفراغ ولا بدجاج، لأنهم يقولون لنا بخلاء ناس، ولا يأتون بناس، لأنهم أبخل البخلاء. خلاص فهمت؟ لكن سبحان الله، ولا زال العبد يبخل حتى ايه؟ حتى مش عارف يعني. كويس، الحمد لله. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح. ايه التربية؟ ايه فعل الفلاح؟ انا اتي ببذر، شايف ده ثمرة، انا اقصفها في الارض، ثم ينزل المطر، ثم تخرج شجرة. عايز ايه؟ كثير. هنا مولانا الرجل يرمي البذر ويترك الزرع. الله اعلم. لكن في واحد اخر اذا وجد دود ينقي، أعشاب ضارة ينقي، تحتاج يسقي، حاجات كثير، حاجات كثير يفعلها الرجل. هذا هو الرجل المفيد. من هو الرجل المفيد؟ الرجل المفيد هو الذي يرعى الزرع. الطالب مع الشيخ كالزرع، ينميه، يزكيه، ينشده. كم بعض الناس لا يشتري كتابا إلا إذا استشار الشيخ، فلو ربما تشتري كتاب يضلك. إذا فعل أمر يستشير الشيخ، فلربما كان الأمر يدر الشيخ أبوه، بل بالعكس قد الأب يترك لكن الشيخ لا يترك. خلاص ندير. ومع
معنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يطلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه ولا بد للسائل. الريع يعني يكبر، عندما نحصد نحصده جيد، يترعرع يكبر ويترعرع يكبر ويترعرع يكبر ويترعرع. ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده الى سبيل الله تعالى. سلمان الفارسي شيخ يهودي شيخ نصراني الى ان وصل الى رسول الله. كل شيخ يترقى يترقى يترقى. ابن مسعود شيخ عمر، ابن عباس شيخ ابن مسعود، سعيد بن المسيب شيخ ابن عباس. سبحان الله سبحان الله، التسلسل شيخ 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 شيخ. في شيخ علم وفي شيخ تربية، كل علم في تربية، كل سطر تقرأه يربيك، كل شيء تقرأه يربيك. القراءة معارف، المعارف تربية. ها قول يا أخي. لأن الله أرسل من عباده رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم فقد خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشد إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة. وإني أبين لك بعض علاماتي على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. إذا كان الشيخ جاهل فماذا نوصل لطلابه؟ إذا كان المربي جاهل فكيف يعرب به؟ هو يربيك بالعلم، لكن قد يكون عالم وليس مربي، يلقي محاضرة ويمشي. لكن المربي لابد أن يكون إيه؟ عالم. طب العالم ليس شرط أن يكون مربي. فنقول من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بشخص حب بسيط. الدنيا يعني حب الشهوات، حب الجاه حب الظهور والعظمة. الظهور قسم للظهور، الغرور مقبرة العالم. إذا رأى الإنسان نفسه فقد دفن نفسه. لا ترى نفسك، الناس تراك أنك أفضل إنسان خلقه الله، لكن أنت ترى نفسك أقل إنسان خلقه الله. ستصل ستصل مقامك حيث أقامك، لكن مقامك أن تتواضع. من تواضع لله رفع. قل سيدي. وكان قد تبع لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل. إيه معنى الرياضة؟ تدريب. ما معنى رياضة النفس؟ تدريب. يعني أنا أريد أن أتكلم ساعة، تدريب. أنا أريد أن أتكلم ساعتين، تدريب. أنا أريد أن أقف. شوف مولانا، تعرفون من يقوم باللف؟ أنا ممكن ألف واحد اثنين ثلاثة، لازم أقع. ليه يقع؟ الشيخ مش متعود يعمل كده. شوف شوف حركة، مجرد حركة يعمل كده. لكن في ناس سبحان الله ساعة يقعد ساعة بيلف. البداية دقيقة، دقيقتين، عشر دقائق، ربع ساعة. هو يتدرب، هو يتدرب إلى أن وصل إلى أنه يفعل هذا عادي. الجندي ممكن يقف عشر ساعات لا يتحرك. تدريب. أنت لو تقف في الصلاة عشر دقائق تمرض. سبحان الله. الإنسان ممكن يسافر طيارة كم ساعة؟ عشر ساعات. عشر ساعات دي كثير جدا،
لكن مرة اثنين ثلاثة خلاص تعودت. كنا نسافر إلى مكة في العمرة ساعتين، كنا نشعر أنه سفر بعيد. عندما نسافر ماليزيا أو إندونيسيا نشعر أنك إذا وصلت إلى دبي خلاص أنت في القاهرة، تتصل بأهلك أنا وصلت الحمد لله خلاص، أنت فين مولانا؟ أنا في دبي. دبي أبعد من مكة مرتين. أيوة، لأنني جاي من أبعد من مكة خمس مرات. فمن زاق الكثير هان عليه القليل، من زاق الكثير هان عليه القليل. قل يا وكثرة الصلوات والصدقة والصوم وكان بمتابعة. الصدقة تطفئ غضب الله، والصلاة تقربك إلى الله. الصدقة تطفئ غضب الله. وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة محضة. اسكت واقترب. الصوم يبعدك عن جهنم. من صام يوما في سبيل الله تطوعا إلا وبعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة. الصبر تحمل. متى يتحمل الإنسان؟ إذا فهم النهاية والمصير. ما الذي يجعلك تتحمل مشقة العلم؟ النهاية تكون عالم محترم معظم مقرب عند الله. ما الذي يجعلك تتحمل الفقر؟ لأن الدنيا عرض زائل. ما الذي يهون عليك الدنيا؟ أن الدنيا زائلة، أنت مسافر مش مشكلة أن تسافر يعني، وتنتظر شوية، تقف شوية، تنام شوية، لا تنام شوية، هو يوم وسوف تنام كما تشاء. لكن لو إقامة تغضب تزعل. إذا عرفت أنك مفارق للدنيا هانت عليك، إذا عرفت أنك مسافر هانت عليك، إذا عرفت أن الآخرة دار القرار ستستمر. بعد الصبر توكل، الصلاة خلاص. قيد النعم بالشكر، من حمده زاده، لأن شكرتم لأزيدنكم. التوكل اعرف مع من تعمل ولمن تعمل. أنت تعمل مع الله، فاجعل اعتمادك لله، فمن اعتمد على القوي يقوى به، ومن اعتمد على الضعيف يضعفه. فإما أن تتوكل على الله وإما أن تتوكل على الشيطان. فإذا توكلت بالقوي تقوى، وإذا توكلت بالضعيف تضعف. واليقين والقناعة. اليقين 100% الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل لا ظن فيه ولا وهم فيه ولا شك فيه. اليقين 100%. 80% 70% اسمه ظن، 50% اسمه شك، 30% اسمه وهم. لكن 100% ده الله حق 100%. هذا الدرس سنستفيد منه ظن. 80% ممكن نستفيد، 20% ممكن لا نستفيد، 50% أسافر غدا أو بعد غد عادي. وهم أن هذا المجلس لن تستفيد منه، هذا وهم. أقل شيء أن الملائكة تأتي مجلس العلم، أقل شيء
70 سنة عبادة. إذن مجلس العلم ستستفيد، لكن إذا اعتقدت أنك لن تستفيد هذا وهم، أنت واهم. فبكل خطوة تخطوها إلى مجلس العلم حسنة تأخذها وسيئة تمحى وترفع بها درجة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما إيه؟ بما يصنع. قل الست والقناعة. من القناعة؟ وضع من الوف والقناعة. أمين. يعني القناعة، القناعة هي أن ترضى بما أعطاه الله لك. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. يقنع، القناع، شوف كان زمان يبتدي على وجهه قناع، يحمي من مين؟ من الاعتداء. هذا القناع يوافق فمه، يوافق وجهه. فمعنى القناعة أن ترضى بما قسم الله لك، فإذا رضيت بما قسم الله لك تستريح. أما إن لم ترضى لا خير فيك. من لم يرضى بقضائي سلطت الدنيا عليه فجعلته يرى عيوبه أمامه كالمرآة ولن أغير من حاله شيئا. فهمتوا يا شباب؟ بيعمل ايه؟ انا زعلان ان الله جعلني شيخ، انا كان نفسي اطلع وزير ايه؟ وزير البطاطس، بحيث كل يوم اكل شيبسي. بس انا زعلان، لن يتغير من حالك. فدائما انا حزين انني لم اطلع وزير. يا مولانا قول الحمد لله انك طلعت شيخ. انظر لمن دونك تستريح، من دونك، انظر لمن أسفل منك حتى تعرف قدرة الله عليك. فإذا نظرت لمن هو أعلى ستتعب، أما إذا نظرت لمن هو أقل تستريح. أنت تأكل إيه؟ أنا أكل أرز فقط، غيرك لا يأكل أرز، لكن أنا أنظر لمن يأكل أرز ودجاج كل يوم. ليه؟ يا رب لماذا أنا أكل أرز فقط؟ لماذا لا أكل أرز ودجاج؟ عارف ليه لا يأكل الأرز ودجاج؟ حتى لا يكون ناسي الأيام. لذلك نعمة من الله أنه لا يأكل الأرز ودجاج، ناسي أيام. من يأكل إيه؟ قول لي تأكل إيه؟ يأكل ساتيه. يأكل ساتيه فين؟ في البوفيه. فإذا أكل ساتيه قال أوكي. شعر حلم اسمه كده، حلمنتيشي، شعر حلمنتيشي، يعني كده عادي، شعر حلمنتيشي. خلاص لأن الشيخ مثقف، عارف يعني مثقف مثقف. قول يا ابني. وطمأنينة النفس. الشك يخطر. ما الذي يجعل الشك لا يدخل في قلبك؟ اليقين. عشان كده لما نيجي تصلي من أركان الصلاة في الأركان الطمأنينة. فإذا فقدنا الطمأنينة نمرض والصلاة قد تبطل. علشان كده إذا عبدت الله أعبد الله بارتياح. دائما العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، لأن التأني طمأنينة. إنسان يأكل بسرعة فيمرض، واحد لا يستمتع بالطعام. لكن إنسان يهدم بالراحة شوية، ما دام الطعام في الفم ستستمتع به، وإذا نزل إلى المعدة نزل مطحون فلا تمرض. لكن من يأكل بسرعة لا يستفيد بالطعام ولا يستفيد بطعم الطعام بل ويمرض. عشان كده الطمأنينة في العبادة هي روح الصلاة. إيه هي الطمأنينة في الصلاة؟ الخشوع.
اعبد الله كأنك راه. والحلم والتواضع. الحلم في فرق بين الحلم والصبر. الصبور هو من تأمن عقابه في الدنيا لكن لا تأمن عقابه في الآخرة. الحليم من تأمن عقابه في الدنيا والآخرة. هذا هو الحليم. اللهم عاملنا بها بحلمك. لكن الحلم هو يغفر الذنب ولا يتعقبك، لكن الصبر لا، أنا ممكن أصبر عليك لكن في وقت من الأوقات أنفجر فيك. فالصبر هو من تأمن العقاب الآن لكن غدا لا تأمنه، اسمه صبور. مصابر تحمل، أتحمل ثم فجأة أنا أنفجر. لكن الحليم هو من تأمن عقابه الآن وغدا وبعد غد. نعم. مين ابن الحليم؟ وانت مين؟ انت ابن الرحمن؟ ولد اسمك عبد الرحمن؟ لقبك عبد الرحمن؟ الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم رحيم الدنيا فقط. الرحمن مؤمنين وكفار. رحيم مؤمنين فقط. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن الرحمن خمسة حروف والرحمن والرحيم كما أربعة، والقاعدة تقول زيادة المبنى زيادة فيها في المعنى. والتواضع والعلم. إيه التواضع؟ اعرف حقيقتك تتواضع. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت طويل نعم، لكن طول الجبل جبل 2000 متر، أنت فين؟ أنت 190 سنتي. ولن تخرق الأرض، تضرب الأرض، الأرض لن تكسر، أنت تمشي على الأرض هونا. هو إيه الإنسان؟ نفس. هذا هو الإنسان. الإنسان أقوى ما في الإنسان يا مولانا لسانه. لكن الإنسان سنة، شايف سنة ده؟ يا سلام، عندما تتألم هذه السنة تجعلك على السرير تنام. صح ولا غلطان؟ سنة لو تمرض تنام على السرير. الإنسان لو شوكة شكته في قدمه يمرض. شوكة في القدم، إيه علاقة القدم بفوق؟ سبحان الله، هو ده الإنسان. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف جدا، لكن لسانه يجعله إله. نمرد كده. النمرد قال لي إبراهيم، يا إبراهيم ائتني بربك أبارزه فأقتله وأقتلك. ما شاء الله، ده النمرد ده جامد قوي، قوي جدا. فالنمرد ملك العراق، الله أرسل له جيش 500 طائرة، 900 دبابة، 20,000 مقاتل، ناقلات طيارات، أرسل له بعوضة. بعوضة دخلت من أنفه فاستقرت في رأسه. بعوضة أنت رايح ليه؟ أنت مولانا لو في جسدك نملة، يعني في نملة لا ترى بالعين المجردة، لا تجعلك تنام. صح؟ نملة لا تجعلك تنام. شوف أنت فين؟ شوف لو جمعنا نمل بحجم الإنسان، عايزين كام؟ على الأقل مليار 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 نملة. حتى يعني أنا لو مليار نملة يا سيد شهروخ، قد إيه؟ يعني كده مليار نملة؟ مليار نملة. لكن نملة واحدة كفيلة أنها تجعلك لا تنام. إيه حجم سنة بحجم الإنسان؟ مولانا نحن لو أخذنا أسنان 1000 إنسان تأتي هكذا، فما بالك بسنة صغيرة تجعلك تنام.
شوف شوف انت انت ترى ايه يا مولانا؟ انت ترى من ملي من سنتي من سنتي استغفر الله، انت ترى من عدسه في العين لا تجاوز ملي. العين دي التي تجعلك انت ترى او لا ترى صغير خالص. كم في جسدك من 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 الدم؟ 6 لتر. تعرف يعني 6 لتر؟ شفشة مية. ان ضاع انت تموت. اذا خرجت الروح انت توضع في ثلاجة. ليه توضع في ثلاجة؟ حتى لا تفسد صرتك الدجاج كالمحل. هذه الانسان يقول انا ربكم الاعلى. انت مين؟ انت ولا حاجة. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن؟ مولانا علي رضي الله عنه والله يتكلم في التواضع كلام عجيب. قال كيف تتكبر وتحمل في بطنك جيفة؟ تحمل في بطنك زبالة، تحمل في بطنك قاذورات. أعظم طعام لحم، سيد الطعام صح؟ تعرف لحم؟ تعرفه؟ ها دجين. شوف دجين يعني ده جين. ده جين. هذا الدجين هو سيد الطعام في الدنيا وفي الآخرة. أقصى إيه؟ في بطنك ثم في الحمام. ستكره أن تنظر إليه. صح؟ ستكره هذا الطعام الذي تكون. شوف سيدنا عايز يقول إيه؟ كيف تتكبر وتحمل في بطنك إيه؟ جيفة. أزورت كيف تتكبر؟ من أكبر رأس إلى أصغر رأس يحمل في بطنه جيفة. سبحان الله. يعني أنت بتتكبر على إيه؟ وعلى من تتكبر؟ على صديقك، على أخوك، على أبيك. أنت تتكبر على الله. هات لي ربك أنا أقتله، أبارزه فأقتله ثم أقتله. والله كويس قوي قوي يا برد. الله أرسله قل يا ابني وإن جندنا لهم إيه؟ غالبون. خلاص نقف هنا كده. حد يجوم أي حاجة كده وبعدين نكمل. عندك سؤال؟ قول. الإيه؟ الإيه؟ الشك ولا القناعة؟ يا ابن حرام عليك يا ابن. الشكر أن تقول الحمد لله على ما وهبنا من نعم. القناعة أنك راضي. شوف أنا مبسوط بثيابي. قناعة. هذا ليس حرير بس أنا مبسوط. شوف شوف. ايه اللي جعل قابيل يقتل هابيل؟ عدم القناعه. عدم الايه؟ طب قابيل راضي بما قسم الله. فهمت؟ طيب ايه سبب الحروب في العالم؟ عدم القناعه. انتم عندكم بترول ونحن ليس عندنا بترول، نحن نهرب وناخذه. احكي حكايه. جاء رجل في زمن سيدنا عيسى، موجود في البداية والنهاية في الجزء الأول. هذا الرجل كان زعلان جدا، فسيدنا عيسى يمر عليه ثم يسأل سؤال. زعلان ليه؟ قال فقير وليس عندي و. فقال مولانا عيسى عليه السلام تمنى، عاوز ايه؟ قال يا سلام لو هذه الأكوام الثلاثة من الرمال تكون ذهبا. فدعا الله مولانا عيسى عليه السلام أن تكون ذهب، فكانت ذهبا. ثم هو أخذ يفكر. فكر في ماذا؟ كيف أحملها؟ شوف أنا الآن عندي 1000 جنيه وهنا عندي 50,000 جنيه هنا وهنا وهنا. عندي 200,000 جنيه هنا وهنا وفي الشراب وفي العمامة. لكن عندي 1,000,000 جنيه كيف أحمل المشكلة واللصوص وفي تفكير. فجاء 3 من اللصوص فوجدوه ووجدوا الذهب فقتلوه. ليه قتلوه؟ عشان الذهب. طب عندما كان فقير كانوا قالوا له السلام عليكم ويمشوا، هو فقير. لكن عندما صار غنيا قتلوه. ثم جاء 3 قالوا نريد طعاما حتى نحمل. فقال خلاص 2 يأتون بطعام وواحد يحرس. قالوا لو نفعل هذا يحصل معنا كما حصل مع الرجل. إذا 2 يحرس
وواحد يأتي بالطعام. ذهب يأتي بالطعام، قال أنا أضع السم لهما، فأنا آخذ الثلاثة وحدي، وهما قالوا عندما يأتي نحن نقتله ونتقاسم الأكوام الثلاثة. فجاء الرجل فقتلوه ثم أكلوا الطعام فماتوا. كم واحد مات؟ الفقير والنصوص الثلاثة والمال باقي والمال إيه؟ فمر عيسى عليه السلام فوجد الأربعة قد ماتوا، فقال كلاما جميلا: لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ومن هنا الخير في الدنيا لم ينتهي، لكن اللي بينتهي جشعك وطمعك. الفرق بين الشكر، الشكر أنك تقول الحمد لله في السراء والضراء، لكن القناعة أن ترضى بما قسم الله. في فرق. بص الراضي شاكر، الراضي إيه؟ لكن قد يشكر ولا يرضى. الحمد لله، قول الحمد لله أنك إنسان، الحمد لله. فلان فلاني أنت زعلان أنك أنفقت 10,000 جنيه، غيرك أنفق 50,000 جنيه، الحمد لله. كأنه يقولها من ليس من القلب وإنما هي من الفم، ولكن ما كان من القلب ها أسرار. قول لهم أي حل. نعم. سؤال من علامات الشيخ التسلسل. ايه التسلسل ده؟ اللي هو التسلسل المتابعه دي الى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عن فلان عن فلان عن فلان. ما هو جاب العلم ده؟ جابه من الشيطان، جابه من عند اللي فوق لفوق لفوق لفوق، ومن هنا ظهرت الطرق. والعلم والصدق والحياء. حاضر. العلم هو أجمل ما عبدنا الله به، ونحن عرفنا الله بالعلم، والعلم هو نور الله في عبده، وهو معرفة الأشياء على حقيقتها. والله اسمه العليم. طيب الحياء بمعنى ماذا؟ الحياء جزء من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، رواية 70 شعبة، أقل ها إمادة الأذى، أعلى لا إله إلا الله. والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء جزء من الإيمان. خلاص. وإذا نزع الحياء من الإنسان خلاص. ولذلك مما أدرك من كلام النبوة السابقة، يعني من كلام إبراهيم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا موجود في صحف إبراهيم عليه السلام: إذا لم تستحي فاصنعيها ما شئت. والله أولى أن تستحي منه. شوف سيدة عائشة رضي الله عنها، الله عندما انتقل الرسول للرفيق الأعلى كان عادي في حجرتها، عادي تجلس براحتها. مات أبو بكر عادي، أبوها لما دفن سيدنا عمر في الحجرة كانت تجلس في حجرتها محجبة، سبحان الله، تستر العورة وهي في حجرتها. قالت: هذا زوجي وهذا أبي وهذا عمر. يعني كأنها تستحي من عمر، وعمر إيه؟ ميت. ده قمة الحياة. هذا زوجي وهذا أبي وهذا مين؟ ثلاثة مدفونين في الحجرة. فقد رأت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن ثلاثة أقمار نزلنا من السماء في حجرتها. فقال أبو بكر: خير إن شاء الله. عندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: يا عائشة، هذا أول أقمارك وهو أحسنها. من القمر الثاني؟ هو. من القمر الثالث؟ من القمر الرابع؟ عيسى عليه السلام. في آخر الزمان قبره هناك. خلاص. لكن أنا وأنت شهرون هناك برضو في البقيع إن شاء الله. نعم، هذه بقيع بجد، بقيع للرجال ليس للصبيان. صبيان يا رب كله يكون في البقيع ان شاء الله. انا كله لو اراد الله عذابنا ما اختارنا مسلمين. الاسلام اصطفاء يا شباب، بعدين نكلمكم. الاسلام اصطفاء، خلاص. ما اخترنا ان نكون حملة الدين، اخترنا ان نكون حملة اعظم كتاب.
أن نكون أتباع أعظم رسول، أن نكون من ضمن أفضل الأمم. اصطفاء، هذا الاصطفاء دليل على محبة الله لنا، ولو أراد الله عذابنا ما اختارنا مسلمين. قل يا بني. والوفاء والوقار. وقار الاحترام. والسكون، والسكون والتأني وأمثالها. دي أخلاق، دي مكاسب. السكون عدم الحركة في معاصي. الوقار الاحترام. إيه الإنسان؟ إنسان حركة وسكون. لا تدع حركتك وسكونك إلا فيما يرضي الله، أما ما يغضب الله الرجاء تنصرف. ما من قول إلا لديه إيها شوف ما يلفز من قول، مفيش لفظ، في رقيق وفي عتيد، في ميزان الحسنات وفي ميزان السيئات. عشان كده حاول أن تقابل المولى ووجهك أبيض لا وجهك أسود. فهو إذا نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصعب للاقتداء به، ولكن وجود مثله نادر. من هو اللي نقتدي به؟ الشيخ. وما هو الشيخ المربي؟ ما هو إلا نور وقبس من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ لك وجوده عزيز، يعني وجوده قليل. الشيخ مات سنة 505، وجوده قليل. أمال النهاردة إيه؟ لكن أنا أقوله على حاجة وبعدين نكمل مع الشيخ المربي. سئل مولانا ابن عربي، أنا عندي ابن عربي اثنين، الاثنين ليس اسمهم ابن عربي، اسمهم ابن العربي، كانوا في زمن واحد في القرن السابع، وهم من الأندلس، وهم مالكية، وهم من أكابر العلماء. لكن الأول القرطبي مفسر، والثاني صوفي، لكن عالم له تفسير كمان. فالعلماء كيف يفسرون؟ فقالوا على صاحب التفسير ابن العربي، وقالوا الصوفي ابن عربي، حتى يميزوا بين مين؟ بين الاثنين. فإذا قلت قال ابن عربي بالألف واللام يبقى على المفسر، قال ابن عربي من غير الألف واللام إذن على مين؟ على الصوفي. لكن هم علماء الاثنين. قال ابن عربي الآخر من علامات الساعة ظهور ثلاث أشياء. واحد، قلة العلم. هو فين علماء النهاردة؟ اثنين، وكثرة وسائل العلم. فلاشة صغيرة كده تضع عليها علوم الدنيا والآخرة، صح؟ فلاشة هل تعرف عن هل صغير؟ 2 جيجا ولا 2 ميجا؟ 16 يا جاهل، 16 أنا معايا 2 ميجا. مش الكبيرة اسمها ميجا ولا جيجا؟ ميجا كبيرة خالص، تيرا، 2 تيرا معايا، هذا 2 تيرا. فلاشة قلة، هات أوريه عشان دول فقراء، هات أوريه فقراء دول. لسه متأخر، مش فاهمين حاجة في أي حاجة. سيد شاروخ هو مليار دولار؟ دي صغيرة، 2 تيرا يا ابو خلاء. نعم، بس بدري، يعني ما يساوي 800 جنيه مصري، لكن ليست في مصر. شوف دي تحمل علوم لو موجوده في راسك تكون من الانبياء. سبحان الله، ادي وسائل العلم. اليوم أنا أريد أعرف معنى كلمة، تليفون على النت تفسيرها، مش عارف كلمة بالعربي، آتي بها كلمة في أي لغة من اللغات. النهارده في برامج تستطيع أن تكتب أي شيء يأتيك ترجمة ويأتيك كل ما تريد. هذه كسرة وسائل العلم، ومع هذه الكسرة إلا أن العلماء إيها؟ كلام الشيخ موجود ولا مش موجود؟ شوف كلام الشيخ، قلة العلماء وكسرة وسائل الإه، لكن رقم 3 رهيبة، وكسرة الأولياء. كسرة الأولياء،
أولياء الله، أولياء كثير، كل من يتمسك بالشرع من الأولياء. شوف قلة العلماء موجود، وكثرة وسائل العلم موجود، وكثرة إيه الأولياء. لكن ليس كلامي، ده كلام ابن عربي. سبحان الله. كثرة الأولياء، كثرة الأولياء. لا يعني في أولياء كثير، لا ممكن يكون ولي عادي، لكن الإمام الشافعي قال وأبو حنيفة قال إن لم يكن العلماء أولياء فليس هناك أولياء. لكن نرضى كل من يحافظ على الفروض الخمسة هو من الأولياء، كل من يصلي من الأولياء، كل من يطيع له من الأولياء، أولياء الرحمن الذين يسمعون كلامه. إن شاء الله المرة الجاية نكمل أكثر في الشيخ المربي وصفات الشيخ المربي، لعل الله أن يرزقنا إياه إن شاء الله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكرون وغفل عن ذكر الله.